الحمد لله سلم علي وقسم الله لأنا لدنيا لإيمان. اليوم كنت واجد أنا والعالمية الفاسية يسرى صديقة ديالي مولات حفلات والسي منير اللي عنده قاعة ديال الأفراح في كازا، اتفقنا باش غادي نديرو يد في يد ونكملو ونعاونو الناس اللي حيت بزاف، حيت ملي مشينا للدواور قالوا لنا بأنهم خاصهم فوقاش ينعسو باش يتغطاو. الماكلة الحمد لله توفرات ليهم، ولكن حيت جاي البرد خاصهم بزاف تحويج. خويا حنا مشينا عاوننا دوك الناس، جانا اتصال قالوا لنا بلا ما تطلعوا الفوق تجيو تعاونوا الناس ديال الملاح، حيت داخل مراكش كاين الناس ديال محاميد الناس ديال الملاح رابوا لهم الدور ورحبنا بالفكره. مشينا ورحبوا بينا الحمد لله، اصلا الناس ديال الملاح انا كنعرف الناس بزاف تما، عاونوهم داكشي اللي قسم الله. هذاك الشيء اش غنقول لك، اشاعه ولا ياخذ الحق في اللي خرج هذه الاشاعات وصافي. الطريق صراحة الطريق كانت صعيبة، ولكن الحمد لله برضات الوالدين وصلنا وقدرنا نوصلوا داك الشيء اللي قسم الله، والحمد لله عاود غدا غادي نطلقوا في الصباح بكري، وان شاء الله نوصلوا بخير ونرجعوا على خير. شوف بعدا غادي نمشيو لجهة أمزميت حيت موعدين الناس بالغطا، وهذا من بعد غادي نتوجهوا لمنطقة أخرى. باقي ما حددناش بالضبط المنطقة شنا هي، بزاف الناس كيقترحوا علينا مناطق باقي ما وصلنا لهم حتى واحد، وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله. لا شوف حنايا، شوف ابار هاد الشيء اللي وقع لينا الحمد لله حنايا اللي كيتوجه لينا كنساعدوه. بعض المرات كنديروا شي حوايج ما كنقدروش نقولوهم، واللي محتاج شي حاجه وكيجي لعندنا ما كنقدروش نقولوا ليه لا، والعكس على رحبه والسعه ان شاء الله. انا اصلا فرحانه حيت انا كنساني الشعب المغربي والمغاربه كيفاش اتحدوا مع بعضياتهم، هادشي راه حسدونا عليه بزاف الناس. الملك ديالنا الله ينصرو الله يخليه لينا، عزيزين عليه الشعب ديالو، الله يخليه ديما تاش فوق راسنا والله ينصرو يا ربي. زني بزاف هادشي هو ملي كنشوف شي فيديو فيه شي مرا كبيره الوليدات اللي ميتي لهم والديهم، هادشي ازني بزاف وخلاني انني نخرج ونناشد المؤثرين والفنانين، حيت في الاول كنت كنشوف حتى حد ما دار شي خطوه، فاضطرينا حنا نديرو فيديوهات ونناشدو الناس اللي مشهورين حيت عندهم متابعين يقدروا ياثروا عليهم. ممكنش المتابعين ديالنا يساندونا في شي حوايج كيخصونا، ووصل هذا الوقت وحنا ما نساندوش الناس اللي محتاجيننا. لا وداك الشيء خاص داك الشيء يكون قانوني، وحنا البلاد ما فيهاش السيبه، اكيد اللي بغى شي طفل وهذا راه الملك الله ينصرو، ملكنا الله ينصرو، راه كل شيء غادي يمشي للخيريات، واللي بغى شي اللي بغى يتكفل بشي طفل غيتكفل به بطريقه قانونيه، يعني ماشي غير جوز للدري راه ما يمكنش. شوف دنيا ساعدت في الحساب البنكي، يعني احنا ابار هذا الشيء ساعدنا في الحساب البنكي، وان شاء الله الا كانت عند كانت قادره انها تطلع مازال غادي تساعد، علاش لا. كنقول لهم انا فرحانه بزاف على هذا الشيء اللي درتو وعلى هذه المبادرات اللي درتو، المساعده ساعدنا بعضياتنا بزاف وكنا قدوه لبزاف الشعوب. ان شاء الله دائما نبقاو يد في يد ونبقاو رافعين الرايه المغربيه، والله يخلي بلادنا ديما في الامان. شوف انا ممكن كنهضر على حتى واحد، كل واحد وكيفاش كيفكر وكل واحد ونيته. المهم حنا كنشوف انا واختي وهاد الناس نيتنا هو ان نعاون ديك الناس، ما همنا لا بوز لا حتى حاجه، همنا هو دوك الناس ينعسوا في الدفا وياكلوا ويشربوا وما يحسوش بهاد الفاجعه اللي وقعت لهم، حيت في الاول كاينين اللي صوروا ماشي بنيه انهم استغلال الاطفال ولا شي حاجه، كاين اللي صور باش يبينوا الناس اخرين انه يتعاونوا مع هاد الناس، شوفوا من فين عايشين وبالموافقه ديال الوالدين ديالهم، يعني ماشي غير يجيو صور. وكاينين دراري صغار تيقولوا لك حنايا عفاكم ولينا حتى حنا بغينا نتصوروا معاكم، حنا بغينا نديروا. فهذا الشيء اللي كان واقع بالنسبه للناس اللي كيصوروا كيستغلوا الاطفال، انا مع هذا القرار انه اللي صور بنيه خايبه خاص يكون عقوبه. الحمد لله على الشعب المغربي محبوب، واي بلاد كتوقع فيها شي حاجه تيكون المغرب هو السباق باش يعاون هذيك البلاد. هادشي ماشي غريب جدا لانه المغاربه معروفين عليهم الناس ديال الجود والكرم، والله يخلينا في السباق. وانا قلت لك المغاربه الناس ديال الجود والكرم، يعني ما كيبغيوش شي حد ما كيبغيوش يشوفوا شي حد كيتأدى. احنا كنتاسفوا هادشي اللي وقع للشعب الليبي، الله يكون معاهم حتى هما. وحنا دائما الناس ديال المغرب الناس ديال الجود والكرم دائما كيبغيو يعاونوا الناس اللي كيتأداو من شي حاجه، وهذا الشيء ماشي غريب على المغرب.
والناس ديال المغرب شكرا على هاد الوقفه يد في يد اللي درنا مع بعضياتنا، والله يخلينا ديما نبقاو فحال هكا ونساعدوا بعضياتنا، حيت في الاخر ما عنده المغرب بعضياتنا وينصر سيدنا، والله يخليه لينا ويخلي التاج فوق راسنا. بالنسبه لابتسام الطريق اللي غدير به ان شاء الله امزميز ياك؟ امزميز وكاينين مناطق اخرى ماشي غير امزميز، امزميز حيت شو وعدناهم غادي نجيبوا لهم الغطا وداك الشيء ومن بعد غنتوجهوا لمناطق اخرى ان شاء الله. التمنيه ديال لاله مولاتي وضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.